بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعني نديرو التمرين كيتعلق بالدالة الخطية والدالة التألفية. الامتحان التمرين مختار من امتحان الجهوي لنشاهد السيكل الإعدادي من جهة طنجة تطوان 2017، أنه أو إي جي معلم متعادل ومنظم، حيث أو إي كتساوي أو جي كتساوي 1 سنتيمتر، يعني بين تدريجة وتدريجة المعلم كتساوي 1 سنتيمتر. لتكون إف الدالة الخطية تمثيل المبيان يمر من النقطة أو 1 4. السؤال الأول بين أن الصيغة ديال الدالة إف كتساوي 4 إكس. السؤال الثاني بين أن العدد ناقص 1 دالة إف. حدد صورة العدد ناقص 1 بالدالة إف. السؤال جيم حدد العدد الذي صورته ناقص 2 بالدالة إف. السؤال التمرين الثاني ولا السؤال الثاني، لتكون جي دالة تألفية، حيث صورة العدد 1 بالدالة إف كتساوي 0 وصورة العدد الدالة جي كتساوي 2. بين أن جي لإكس كتساوي 2 إكس ناقص 2، بين النقطة إف ناقص 1 ناقص 4 تنتمي إلى تمثيل المبيان للدالة جي. السؤال الثالث، أنشئ التمثيل المبياني للدالة إف وجي في معلم أو إي جي. إذا غادي نبدأ بالسؤال الأول، عندنا اف دالة خطية. إذا اف دالة خطية يعني أن الصيغة ديالها بصفة عامة كتكتب على شكل اف لإكس على إكس، يعني أ كتساوي الصورة ديال إكس على إكس. إذا أ كتساوي اف لإكس على إكس. هنا لدينا نقطة أو تنتمي إلى التمثيل المبياني ديال الدالة الخطية اف، وهذه يعني بأن اف صورة العدد 1 بالدالة اف فهي كتساوي 4، ومنه أ تساوي صورة العدد 1 على 1. صورة العدد 1 كتساوي 4 على 1 تساوي 4، ومنه صيغة الدالة الخطية F هي F ل X تساوي 4 نعوض 4 ب X، إذا 4 X. ثم عندنا ب هنا لنحسب صورة، حدد صورة العدد ناقص 1 بالدالة F، يعني غادي نحسب الصورة ديال العدد ناقص 1 بالدالة F. إذا F لناقص 1 تساوي نعوض X بناقص 1، إذا 4 ضرب ناقص 1 تساوي ناقص 4. ثم جيم حدد العدد الذي صورته بالدالة إف وناقص 2، العدد الذي صورته ناقص 2 بالدالة إف. شنو كان هذا؟ يعني إلا خدينا إف لإكس غادي نلقاوها كتساوي ناقص 2، إف لإكس شحال كتساوي قلنا هي 4 إكس، إذا غنعوضوها ونقلبو على إكس ناقص 2. هنا غادي نقسمو 4 إكس مقسوم على 4 باش تخلص من 4، ناقص 2 غادي تقسمو على 4، إذا غنختزلو بعضنا إكس نختزلو باثنان غتولي عندنا هي ناقص 1 على 2، ومنه العدد الذي صورته ناقص 2 دالة إف هو ناقص 1 على 2. ثم السؤال نسالينا من الجزء الأول، دابا السؤال الثاني، لتكون جي دالة تألفية. إذا عندنا جي دالة تألفية، مباشرة الدالة التألفية يعني الصيغة ديالها تكتب على شكل جي لإكس كتساوي ها إكس سلمتها من أبراهيم إكس زائد بي. عندنا جوج ديال المعطيين، عندنا الصورة ديال واحد كتساوي صفر والصورة ديال جي اتنين كتساوي اتنين. إذا عندنا جي صورة العدد واحد كتساوي صفر وصورة العدد اتنين كتساوي اتنين. هنا لنحدد معامل الدالة جي، إذا أ كيساوي أش هي الصورة ديال العدد اتنين ناقص صورة ديال العدد واحد على اتنين ناقص واحد، يعني اتنين اتنين واحد واحد. شحال هي صورة العدد اتنين؟ هي اتنين. شحال هي صورة واحد؟ هي صفر. اتنين ناقص واحد هي واحد، إذا عطاتنا صفر ناقص اتنين هي اتنين على واحد تساوي اتنين. إذا ومنه الدالة التألفية جي تصبح على شكل اف لإكس أو لا جي لإكس تساوي اتنين إكس اللي هو أ زائد بي. لاني نحدد بي، باش نحدد بي غادي نطلق من إما غادي ناخذ جي لواحد كتساوي صفر ولا جي لاتنين كتساوي جوج بحال بحال، لأن جي لواحد كتساوي صفر. إذا غادي نجيو لهاد العلاقة، إذا عندنا جي لواحد يعني إكس غادي نعوضها بواحد كتساوي جوج ضارب واحد زائد بي. جي لواحد كتساوي صفر نعوضها بصفر كتساوي اتنين في واحد هي اتنين زائد بي، إذا صفر. نحولو هاد الطرف الآخر نغيرو ليه الإشارة، ناقص اتنين كتساوي بي، صفر ناقص اتنين هي ناقص اتنين كتساوي بي. ومنه الدالة جي هي جي لإكس تساوي اتنين إكس ناقص اتنين. ثم السؤال بين أن النقطة إف لناقص واحد على ناقص أربعة تنتمي إلى تمثيل المبيان الدالة جي. إذا السؤال ب يكفي لأن نبين أن إف الإحداثية ديالها ناقص واحد ناقص أربعة تنتمي إلى تمثيل المبيان الدالة جي. شنو كيعني هذا السؤال؟ يعني خصنا نبينو بأن صورة العدد ناقص واحد بالدالة جي كتساوي ناقص أربعة، يعني هذا هو المطلوب منا، بينو بأن صورة العدد ناقص واحد بالدالة جي كتساوي ناقص أربعة. هنا عندنا جي لإكس تساوي اتنين إكس ناقص اتنين،
إلا خدينا صورة العدد ناقص واحد، لأن شنو كتساوي؟ اثنان ضارب ناقص واحد ناقص اثنان، اثنان ضارب ناقص واحد هي ناقص اثنان ناقص اثنان، حولوا الفرق إلى مجموع، ناقص اثنان زائد ناقص اثنان هي ناقص أربعة، وفعلا بأن صورة العدد ناقص واحد هي ناقص أربعة، ومنه f ناقص واحد ناقص أربعة تنتمي إلى الدالة، إلى ماشي قال إلى إلى تمثيل دالة تآلفية جي. ثم السؤال الثالث، أنشئ تمثيلا ما بين اف وجي في معلم متعامد ومنضم. إذا أنا غادي نشأو واحد المعلم متعامد ومنضم، وهذا ما بين تدريجة وتدريجة 1 سنتيمتر، سواء في محور الأفاسيل أو في محور الأراتيف. هنا عندنا النقطة الأولى، عندنا من اف دالة خطية، الدالة الخطية فالتمثيل ما بينها كيمر من أصل المعلم. هنا النقطة عندنا او، فهي كيمر منها التمثيل ما بين ديال الدالة اف. عندنا او هي 1 4، إذا كاين واحد ها هو ثم 4. إذا غادي نمثلو هذه النقطة، إذا غادي نمثلو هذه النقطة اللي عندنا ثم نشوفو هنا تاتينا، إذا نمثلو النقطة الأولى مثلا اللي هي او التي يديرها 1 4، لأن التمثيل المبيني ديال الدالة الخطية كيمر من أصل المعلم، غادي مرنا بهذه النقطة، إذا غادي يكون التمثيل ديالو هو هذا. هنا عندنا التمثيل المبيني ديال الدالة الخطية اف. دابا غادي نمثلو التمثيل المبيني ديال الدالة جي. هنا عندنا نقطة أخرى اللي هي ناقص واحد ناقص أربعة، ناقص واحد ها هي ناقص أربعة، لأن التمثيل هذه تنتمي للدالة التمثيل المبيني ديال الدالة جي. ها هي، إذا هنا عندنا النقطة F ناقص واحد ناقص أربعة. بقات لي نقطة أخرى، مثلا عندنا جي لي واحد، عندنا جي لي واحد كتساوي صفر، يعني أن النقطة الأخرى 1 0. إذا الأكتوب 1 0، إذا غناخدو واحد ها هي الأكتوب ديالها صفر، إذا غادي تكون تمر هنا النقطة الأخرى اللي هي 1 0. غادي نرسمو كيمر من هاد النقطة ومن هاد النقطة. إذا هنا عندنا التمثيل المبياني ديال الدالة جي، الدالة جي. أو لا ناخدو جوج نقاط أخرى اللي هي جوج جوج، مثلا نرسم هاد النقطة اللي فيها جوج ونرسم هادي اللي فيها جوج، وغادي بعد عطينا هي هادي ونرسم بحال بحال. وهذا نكون سالينا التصحيح ديال هاد التمرين. واللي عنده شي سؤال ممكن يخلي لنا في التعليق. السلام عليكم.